لك قديش اللي عم دور عليها؟ تطلع هي البنت نفسها اللي نابش أبرة بإيدي وأنا ما بعرف؟ عسى بيقولوا لك يا سيدي إنه الهنود بيخرطوا بأفلامي. حلوة أبو حيان، يعني قصدك مروان عم يخرط. الله يسامحك يا أبو حيان، هلأ أنا عم بخرط؟ لا معاذ الله يا سيدي، بس يعني قصدي قول إن الحياة مليئة بالصدف التي أفيتك تصدقها. والله زبط لي التناغم بين الفصحى والعامية، إن الحياة مليئة بالصدف التي أفيتك تصدقها. يا رب يا رب، إذا انكتب لي حياة تانية عيش ببلد أفيتا مساعدي. طيب ممكن تفهموني لشو جايبيني لعندك؟ ما ضللنا غير عماد، هو طرف الخيط، بدي اياك تجيب لي أسماء صحبات جواز خالته. عيني يا سيدي، هلق بطلع لك من جيب تطلع ولك عماد تطلع ليش محشر شو؟ معقولي لك يا سيدي زز ضباط أفيد كن يجيبوا عماد؟ أبو حيان شو كل ما طلبنا منك طلب بتبهدلني الوه الزلمة شباب؟ ما أنت هي أبو حيان ليكو قدامك شرف. خلاص سيدي لا تزعلوا، والحشا والحشا تشحطوا مثل الكرلو، شو رأيك؟ ولعيونك عيين خير يا سيدي.